حديث البلد مع باسكال صقر. حديث البلد باسكال سأر، انت فنانه لبنانيه معروفه وكبتي بصوتك واغانيك كل المراحل اللي مر فيها لبنان بدءا بالحرب الاهليه لحد اليوم، وانت ضيفتنا الليله بعد ما احيتي نهار الجمعه الماضي ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوض بقصر المؤتمرات بدبي. ولنحكي عن ديو لاروب فيرت او العبايه الخضراء مثل ما انت سميتيها اللي اطلقتيه مؤخرا مع الفنان الفرنسي المعروف برنار سوفا. باسكال، شو اللي جمعك بسوفا ابتداء من نيسان الماضي على مسرح البيال وصولا لتعريبك اغنيته المعروفه لروبير؟ هو بالحقيقه اجى مجموعه فنانين كبار من فرنسا على البيال شتويه الماضي، وتحت اداره واشراف وانتاج لوي جروب، يعني مسيو ريشار فرعون اللي هو مسؤول. عم شوف صور على البلازما. وريشار صديق قديم لإلي، كنا نعمل كثير حفلات من زمان. من مدري كم سنه ما تقولي بقى صفيت الماضي بقى قال لي برنار سوفا جاي بين المغنيين وبده حدا من لبنان يغني معه غنيه لروب فيرت. عمل لها فيرسيون شرقيه، توزيع على شرقي. قلت له اوكي، وقال لي بدك تحطي كلام، سو حطيت كلام. كانت اول مره بتكتبي بالعربي؟ اول مره بكتب. هلا كلام منه كثير قوي. العبايه الخضراء مش العبايه، لانه بدنا نقول العبايه الخضراء، لانه ما في قول الفستان الاخضر، الره سكون تصير ثقيله انه على موسيقيا، يعني موسيقيا على اللفظ. بقى قلنا العبايه الخضراء. للحقيقه حبوها كثير الناس على المسرح، حبوا الريتم. بقى بيرجع بحكيني مسيو سوفا بيقول لي لازم نسجلها. سو سجلت صوتي وبعثت له اياها عبر الانترنت، وعمل اوركستراسيون بفرنسا وطبعناها سي دي سينجل. يعني هلا ما سجلتوها سوا، كل واحد سجلها. لا كل واحد ببلده. طب خلينا فينا نسمع منك المقطع المعرب من لروب فيرت. معرب؟ نعم. حبيبي كلمة منك تنعشني، حبيبي نظرة منك تسحرني، انت حياتي وانت كياني، السهرة من دونك تبقى حزينة. يا حبيبي هيدي العباية الخضراء، بحبك انا وبتمنى نقضي العمر دايما سوا، ويجيهك اليوم يوم من الايام وانت تقول انا معك على طول. J'aime j'espère que jamais tu ne changeras. Un jour je te dirai veux-tu vivre avec moi pour toujours, nous allons si bien ensemble. باسكال، بعد هالأغنية انطلقتي بلغة الضاد وعربتي أغنية سوفا الشهيرة جوتروغاد إي جو تادمير اللي بحبها كتير، واللي رح تنزل قريبا بصوتكم اتنيناتكم كمان. هلا رح نسمعها منك بالعربي أون أفون بريمير بحديث البلد. جوتروغاد Je t'admire. كمل مشان. لا بحبك كثير. بشرفك ما يكمل. لا عين ما بتعلى عن هيك. بشرفك ما تكمل. ليش عم يقشع هيك؟ مخمن انه عم تحكي له طلبت الغنيه. كل ما بنسال الضيف بجاوب هو. ايه في شيء غلط مش مظبوط. هلا بالكلام عم نحاول بالكلام نكون قريبين من المغزى والمعنى اللي موجود بالفرنسي. انا بنزل ما عم جرب كثير بشوفك وبتاملك، بتطلع فيك وبتاملك. هم قلت هيك، قلت أنا والليل والسما بعيدي، بتطلع فيك وبتحكيني،
ما بعرف شو هو هالشعور، هل هو الحب بلحظة صغيرة؟ Je te regarde et je t'admire. Et soudain je sors de moi-même. Je fais un pas, j'en fais un autre encore. Je te regarde et je te parle. لازم انت وصفا تعملوا ديو اكثر. خلينا نحط حب بهالبلد بدل هالتوتر والتنشن اللي عايشين فيها بلبنان. باسكال سقر، يوم الجمعة الماضي شاركت بإحياء ذكرى استشهد الرئيس روني معوض، واسترجعت عدد من أبرز أغاني ريبرتوارك الوطني مثل أرضك الكرامي وصبوا فوقك النار وغيرها. قبل ما نكفي سوا خلينا نتذكر أبرز أغنياتك بهالميوزيك ستوري. برشوا كارول سقر كان عندها مواقف سياسية لافتة بالفترة الأخيرة، وصرحت أنها حابة تترشح على الانتخابات، وقالت مثل ما قال ميشيل قبل شوي أنا لن 8 ولا 14، أنه بمعنى أنه حلو عنا اثنيناتكم. أنت ليش أخذي مسافة من هالمواقف؟ أنا بصراحة ما بحب السياسة، السياسة ما بحبها، الوطنية شيء مختلف تماماً. وطني هي كلمة اللي بتجمع الناس، اللي بتعلقهم بالأرض، إذا كان مسافر بيضل عنده الحنين للوطن، إذا كان عايش هون بيضل عنده الأمل وما ييأس وما يهاجر. الوطنية شيء والسياسي شيء آخر. سياسي يعني مواقف وتحليلات، مش لإلنا مش للفنانين. يعني أنا هون يمكن أختي حبيبتي بحبك، بس أنا بعتذر إذا بالإعلام عم قلك إنه رجعي عيدي التفكير بهالمواقف، لأنه السياسي مش لإلنا، السياسي بتفرق، بينما الفن اللي بيجمع أكيد الفن أهم بكثير. صحيح أنك ما عم تحكي مع كارول من وقتها؟ مش إنه ما عم بحكي، إنه شوي زعلانة شوي، لأنه أنا هي كارول صار لها زمان بتحب تحكي بهالمواضيع، بس هالفترة زايدة. وأنا دايما بقول لها كارول بلاهم لشو، شو رح نستفيد؟ نحن ليلي منك لكارول، من كارول اللي رح نهدي هالغنية.
اليوم والدك اتيان صار ممنوع من الدخول على لبنان على خلفية اتهامه بالتعامل مع اسرائيل، يعني انتم كعائلة دفعتوا الثمن يعني من حياتكم اليومية كمان؟ بس كتير عن جد بتأذي، وخاصة بفن بالفن دفعنا ثمن كبير، يعني في كتير يمكن مناسبات كان فيني ان يكون فيها، يعني قطعته فنيا بسبب ببعض المناسبات. نعم اليوم انت على يعني تواصل مش كتير مستمر، بس على تواصل مع الوالد، مع البابا. ايه على التليفون. نعم. على التليفون. اليوم بتحسين ندمان على خياراته السياسيه، ولا لو بيرجع زمان كان بياخد نفس الخيارات؟ بعتقد بيرجع بياخد نفس المواقف. البابا شوي انسان كتير عنيد بتفكيره، وعنده مبادئه ما بيزيها عنا. وبعتقد الإنسان اللي قد عنده مبادئ بيتحمل ومستعد يروح للآخر بتحمل المسؤولية وتحمل تبعات هالمواقف اللي هو بأخذها. بتعتقد أنه معقولش نهار ترجع تشوفيه بلبنان؟ بصراحة لا، ما عندك هالأمل؟ يا ريت، بتمنى بس ما بعتقد. باسكال، بالعودة للفن اللي بتحبيه وبتفضليه أصلاً، صح أنك عم بتحضري أعمال مع الفنان نقول سعادة نخلي؟ كيف عرفتي؟ وحياة الله. إيه إيه، كوني مرة وخبرينا. منيحة. مع أنه ما قلتي حدا، بس بوجه له تحية. لا ما نحن حديث البلد، لأنه عن جد بوجه له تحية كبيرة كبيرة لأستاذ الأولى ولألكم عن جد. هو بيسلم عليكي أصلاً، وكمان ردي له السلام بليز. عم نحضر أغنية نقولها ملحن كبير عن جد، عنده ألحان تاخذ العقل، وعنده هالجملة الموسيقية المميزة الحلوة. موهوب جداً، موهوب فعلاً. فإن شاء الله نكمل. باسكال بتقولي كثير بحياتك يا ريت. ما بقولها هالكلمه. ما بتقوليها؟ لا، بس رح نعمل لك انترفيو كامل عن هالشيء. ايه واو، يا ريت. عن هالامر. قولي له يا ريت. باسكال سقر، قولي له يا ريت ما تعملي. باسكال سقر وانترفيو يا ريت. باسكال، بتقولي يا ريت خلقت بغير عصر؟ بغير عصر؟ بقول يمكن عصر انه قبل شوي، بايام الست فيروز، وقت الفن اللي كان محترف جدا وكثير مهم. بتقولي يا ريت كنت رجال؟ لا لا لا، قد ما نامي بتطلع جاي. ميشيل، بتقولي يا ريت كنت مرة؟ كنت طلعت لازبو. ما فيك عليه، ما بقدر احكي عليهم. رقابي ولا بيطلعوا؟ لا لا، بيطلعوا بيطلعوا. لا بيطلعوا. لا طمن بالك، حيطلعوا. كل شيء من ميشيل مقبول. لا لا، ما عم نقدر نهذبه. ايه ابدا، على الرايم يعني. بتقولي يا ريت بقدر عيد مسيرتي المهنيه من الاول؟ لا ما بقول هيك. بتقولي يا ريت بيي ما انخرط بالعمل السياسي من الاول؟ يمكن ايه.